أصعب أن يخونك من تظنه أنه يدعمك ويتحدث بلغتك، وإن شئت أن تقومه. جمع شراذم الإرهابيين ودعمهم وآواهم حتى يقضوا مضجعك ويزعزعوا أمنك واستقرارك. هكذا وباختصار حكاية قطر مع العرب، دولة اختارت أن تكون خارج الصف من خلال دعم الإرهاب وتمويله وإيواء كبار قادته. فبعدما ضاقت السبل بالدول العربية من الأخطار التي يشكلها هذا الدعم، وبعد محاولات مستميتة لإعادة الدوحة إلى رشدها، قررت مجموعة من الدول أن تستخدم حقها في الدفاع عن أمنها القومي بفرض مجموعة من العقوبات على النظام القطري في محاولة لإثنائه عن تلك المغامرات غير المحسوبة. قطر، هل يعود الابن الضال إلى رشده؟ سيكون هذا عنوان هذه الفقرة. ويسعدني أن أستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غازي زين المدني، ولكن دعونا نناقش تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع بعد متابعة هذا التقرير. من الكويت إلى الدوحة يعود وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مجددا، حاملا في جعبته نتائج زيارته إلى السعودية ولقائه وزراء خارجية الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، والذي تم بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي في إطار مشاورته لاحتواء الأزمة الخليجية. وعلى الرغم من أن اجتماع جدة لم يخرج عنه بيان مشترك، إلا أن موقف الدول الأربع ظل ثابتا وواضحا بتمسكها بمطالبة قطر باتخاذ خطوات ملموسة لوقف دعمها للإرهاب والإرهابيين بشكل نهائي، ورفض أي حلول مؤقتة، في إشارة إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن والدوحة مؤخرا والتي اعتبرتها غير كافية وتتطلب المزيد من الخطوات من الجانب القطري للعودة إلى العباءة العربية من جديد. الدوحة، والتي كانت المحطة الثانية من جولة تيلرسون المكوكية والتي بدأها الاثنين الماضي، ستكون المحطة الأخيرة كذلك، حيث تحط رحاله هناك بعد زيارة خاطفة إلى الكويت التي تلعب دور الوسيط في الأزمة الراهنة. ومن المقرر أن يلتقي تيلرسون وعدد من المسؤولين القطريين لإطلاعهم على نتائج مباحثاته في جدة. الصورة لا تبدو وردية حتى الآن، فقطر لا تزال تصر على سياسة المراوغة والمكابرة والنكوص بتعهدات خططها بيدها في السابق ومواصلة الاستقواء بدول خارج المنظومة الخليجية، مما لا يدعو مجالا للشك أن الأزمة مرشحة للتصعيد، وستظل رهنا بتفاعل الدوحة الإيجابي مع المطالب بالعربية التي لا تراجع عنها. أرحب مرة أخرى بضيفي الدكتور غازي زين المدني، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا. شكرا على الاستضافة. شكرك يا فندم. بداية، إما معنا أو ضدنا، هذه كانت هي الرسالة باختصار من الدول العربية التي وجهتها إلى الدوحة بعد الحقيقة فشل كل الجهود عن إبعاد قطر عن مغامراتها الغير محسوبة كما قلنا. برأيكم لماذا اختارت قطر شق الصف العربي؟ يعني سؤال وجيه. أود أن أشير إلى نقطة مهمة يمكن تكون لنا كمرجعية. عندما سربت الدول الأربع الوثيقة اللي وقع عليها الشيخ تميم، هي حقيقة لم تخرج عن الوثيقة، المطالب الـ13 كلها موجودة وكلها موقع عليها. وما يستغرب انه لما سئل يعني تميم عن الوثيقة وصير قال ماتت بموت عبد الله. هل الوثائق بين الدول تموت بموت شخصي؟ أشخاص؟ نعم. هذا كلام غير صحيح. هذه مراوغة. هو أراد أن يلتف حول هذه المطالب، فلذلك لجأ إلى أمريكا وحاول يقابل وزير الخارجية ووقع معه مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم هذه التفاف على المطالب ضبابية، لم يعلن لها أي آليات تنفيذية لهذه المذكرة، مجرد انه يشجب الارهاب ويشجب يعني ويتجاوز عن المطالب الاساسيه اللي موجوده. حاولت بنفس طويل وضبط النفس الدول مجلس التعاون الخليجي ان يثني قطر عن الارهاب. المشكله الوحيده اللي احنا بنواجهها انه قطر بتحكم بنظام مزدوج. نظام جناح
ما الشيخ حمد وحمد الجاسم، وهذا الجناح الأقوى، والجناح الثاني تميم والمستشارين. إذن هنا في تضارب في السياسات، يعني للأسف الشديد هذا التضارب جعل ازدواجية المعايير في محاولة قطر. يعني قطر كما يعني نشاهد من خلال وزير خارجيتها قطر انه اعترف انه دولة بتدعم، انه من الدول ال 59 يدعم الارهاب. طب هذه يعني واضحة الامور. وقطر لن تتراجع، وهذه في رؤية يعني أشوفها منهجية حسب الأحداث اللي بتحدث. قطر ستظل على تعنتها وستظل، وأعتقد أنه هو يعني أفضل شيء أنه التطويق الاقتصادي أو تضييق الاقتصاد على قطر، لأنه الاقتصاد يعني أفضل من الحروب العسكرية، يحاول بقدر الإمكان أنه كله دور. طيب دكتور غازي، الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب أكدت أن الإجراءات التي اتخذتها ضد قطر كانت بسبب تنوع نشاطات السلطات القطرية في دعم الإرهاب وتمويله واحتضانه، فما هي أبرز تلك النشاطات يعني كما قرأتموها؟ يعني كما لاحظنا وشاهدنا في ليبيا، نعم، المتحدث المسماري يعني فرض عقد قطر وما قامت به من إرهاب في شق الصف الليبي وتدعيم الإرهابيين وإقامة حرب أهلية في ليبيا. هو استعد أنه يجيب الملف ده ويقدمه للدول الأربعة، أو أن يكون، وأنا أقترح أن يكون مراقب أو ينضم. ليه؟ لأنه عنده وثائق كثيرة تثبت تورط. الآن عاد كده يعني تلاحظي ما يحدث في سيناء وما يحدث هم من وراء هؤلاء القطريين، حاولوا بقدر الإمكان إنهم هم يكون لهم وجود، دعموا الإخوان دعم كبير، وحاولوا بقدر الإمكان أن يشقوا صف المكون المصري بين الجيش وبين الشعب. وبهذا هل تسعى الدوحة إلى جر المنطقة إلى تصعيد عسكري، عبر طبعا دفع الأتراك للانخراط في هذا الصراع الذي يجلب قوات عسكرية للمنطقة تبعية؟ هو الحقيقة أمريكا أو حتى تركيا وإيران لا يريدوا أن تنتهي الأزمة، بل يريدها تمتد. ليه؟ لأن مصالحهم فيها. يعني شوف انت على سبيل المثال، عندما وقع مذكرة هذا دفع او في استثمار لقطر في امريكا، اخذت منه الكعكة امريكا وحاولت بقدر الامكان ان هي تستفيد اقتصاديا وتستثمر من الاستثمارات القوية لقطر عن الغاز وعن الشركات والدنيا. فاذا هي مصالح برغماتية، مصالح برغماتية تشترك فيها إيران، تشترك فيها تركيا، تشترك فيها الولايات المتحدة الأمريكية. وجود الجيش التركي في قطر، وجود الجيش الأمريكي في قطر، وجود الجيش الإيراني. نعم. طيب وبالذكر حضرتك لإيران، ما هي الرسالة التي تريد الدوحة أن توجهها، وخصوصا من خلال فتح باب التعاون بشكل واسع لإيران في وقت بتلعب فيه إيران دور كبير جدا في، أو يعني نقول أدوار سلبية في المنطقة العربية بشكل عام وبوجه خاص في الخليج؟ لابد علينا أن نواجه هذا التمدد الإيراني، ولابد أن نكون لنا كلمة واحدة، ويكون لنا يعني المجلس التعاون الخليجي لابد أن يدرس دراسة من خلال المستشارين القانونيين، يدرسوا ما هو الدور الذي تلعبه إيران في منطقتنا. طبعا هي لها مشروع فارسي، تريد أنها فعلا أن وجودها في اليمن، وجودها في سوريا، وجودها. وهذا يذكرني بالملك عبد الله بن حسين الثاني عندما قال انتبهوا وأحذروا من المثلث الهلالي الشيعي. فإذا احنا نشوف على سبيل المثل، أخي قبل قليل
كان يتكلم عن الحشد الشعبي. الحشد الشعبي أصله مكون إيراني، يعني لما دخلوا على الموصل لم يكون الهدف تحرير الموصل لوحده من داعش، وإنما أيضا من السنة، ماتوا كثير من السنة في الداخل. إذن هي عملية طائفية الحشد الشعبي. نعم. ولذلك السليماني هو اللي كان بيدربه، الإيراني كان بيدرب الحشد الشعبي. طيب دكتور غازي، أخيرا وفي 30 ثانية، الزيارات المكوكية لعدد من المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين في المنطقة مؤخرا، كيف، وخصوصا كانت الزيارة الأخيرة لدونالد ترامب الرئيس الأمريكي، كيف تقرأ أو مدى تأثير هذه الزيارات على المنطقة؟ والله لا أتصور أن لها تأثير يعني بشكل كبير، إنما هي كسب لوقت قطر، تلاعب في المسائل هذه، لأنه قطر هي تسعى جدا، وإيران كلهم إن تكسب الوقت، تراوغ، تعمل، تحاول بقدر الإمكان أن تتهرب من المسؤولية، أن تتهرب. هذا كفاية أنها بتغرد خارج مجلس التعاون، بتغرد خارج السرب. ولهذا الأساس أنا لا أتصور إنه هذه الزيارات المكوية، يمكن يكون للشيخ صباح دور كبير في التهدئة. نتمنى أن يعني يكون هذا الشعار والعنوان التهدئة في المنطقة برمتها في المرحلة المقبلة. كل الشكر لحضرتك دكتور غازي الزين المدني، الكاتب والمحلل السياسي، بشكرك يا فندم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام ملفاتنا لهذا الأسبوع من العرب في أسبوع، على موعد يتجدد إن شاء الله الأسبوع المقبل، ولقاءات أخرى وملفات أخرى نفتحها مع حضراتكم في العرب في أسبوع. دمتم في رعاية الله وأمنه.